أستاذ سمير، أنا اتأخرت وعايز أروح أشوف أخويا. تلاش. الشيخ مصباح وصل بيركن عربيته وداخل عليه. ومين الشيخ مصباح ده؟ لو ما سمعتش عنه تبقى أكيد لمحته في التلفزيون. على العموم هتتبسط لما تشوفه. الشيخ مصباح يا سمير بيه. خليه يدخل. يا اهلا وسهلا باحلى طله في الاعلام كله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صابر المداح يا شيخنا. انا اعرف حضرته، شفته في التلفزيون قبل كده. مالك يا صابر؟ زعلان ليه؟ انت ما كنتش تقصد تعمل كده.